السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا دلوقتي نرسم مع بعض زي شباك، تمام، واللي هو بيبقى على شكل قوس. خلينا نقول له عايزين نترك ويندو الفاميلي، ونقول له اوبن. بالشكل دوت. طيب انا عايز ابدا ادخل هنا على الواجهه ديت، تمام. هو دلوقتي عاملها على شكل مربع، انا عايز ادخل هنا اعمل علامه على الشكل دوت، اقول له سكتش، وهبدا ارسم القوس بتاعي بالشكل دوت، تمام. وهلغي الخط دوت لأن لازم يكون شكل مغلق عشان يتقبل، تمام. اقول له موافق. طب لو غيرت في المسح يتغير ولا لأ؟ يعني لو انا جيت كده وقلت له بدل 1500 ديت خليها 1800، وده خليه 1200، وقلت له اوكي. بص اللي حصل، اتغير مع الشكل بدون اي مشاكل خالص. طيب انا عايز ارسم بقى ايه حاجه حوالين الشكل دوت، تمام. يعني خلينا نمسك في 3D، تمام. عايز اخلي فيه زي شكل جمالي كده، هقول له من كرييت، هقول له انا عايز اعمل سويب، فبيقول لي عايز المسار، هقول له سكتش المسار بتاعي اهوت. خلينا نقول له شو سيب. ابدا اظبط الرسم بتاعها بقى على الان بلان، على البلان دوت، تمام. وهقول له بعد كده انا عايز ارسم هنا، وبعد كده هقول له انا كده خلاص رسمت المسار اللي انا همشي عليه. هقول له انا عايز ارسم بقى البروفايل بتاعي. ادي البروفايل، وتعالى ندخل بقى في البلان اهوت. ممكن ترسم أي حاجة، يعني ممكن نرسم مثلا مستطيل اهوت من هنا كده، تمام، بالشكل دوت. هياخد الشكل ده ويبدأ يلف بيه. دلوقتي ممكن أدخل هنا أختار الماتيريال، أعلم على الجزء دوت وأقول له أنا عايز الماتيريال. خلينا نختار مثلا نعمل ديفولت مثلا اهوت. هاجي هنا على البتر، هقول له انا عايز موديل، عايز واحد جديد، ادي له اي اسم، هقول له ده خليه زيرو بالشكل دوت، تمام، بحيث ان هو يكون بارل. اوكي اوكي ابلاي اوكي بالشكل ده، ظهر معايا بالشكل دوت. طيب دلوقتي خلينا نعمل مشروع جديد ونعمل فيه الكلمه ديت، نيو بروجكت. بقول له انا عايز ارسم وول اهيت 3D، وبعد كده هحمل بقى فاميلي لود انت بروجكت اند كلوز نو. ده بالشكل دوت، وتقدر تقول له انا عايز اشوفها باين، عايز اشوفها شديد. دي خليها زيرو مثلا، حسب بقى الارتفاع اللي انت عايزه. او نسبها للجراوند على طول ليفل 1. اوكي.